أعزائي طلبة الصف السادس ابتداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا صفحة 48 من كتاب الطالب. هنا الصفحة 48 الوحدة الثالثة الدرس السادس تتحدث عن الأمان في أو استعمال كلمات الأمان أو كلمات السر في الإنترنت. وهنا stay safe online، ابقى الشبكة في أمان، يعني خلي معلوماتك بأمان. في موضوع المجلة listen and read، استمع واقرأ. هنا راح نترجم ذني كلهن ونشوف شنو الغاية من الدرس. فهنا عندنا ابقى بأمان على الإنترنت stay safe online. في هذا الدرس سنتعلم كيفية المحافظة على الأمان في الإنترنت. هناك 6 طرق للمحافظة على الأمان الإنترنت. عندنا الطريقة الأولى Be nice to people online. Be nice يعني كن لطيفا مع الناس على الإنترنت. زين، عندنا الحالة الثانية Be careful about what you share picture thoughts. كن حذرا بنشرك الصور والأفكار. هنا الشير تجي بما معناه النشر، وهنا الكيرفول تكون حذر، بيكون حذر. هنا عندنا keep your personal information safe، ابقى معلوماتك في امان وسرية. ابقى معلوماتك في امان وسر. هنا البيرسونال مو معناها معلومات، هنا يعني معناها شخصي، المقصود بها المعلومات الشخصية. information تجي هنا معلومات، وعندنا save هنا أمان. keep your احفظ معلوماتك بما معناه. زين، keep your password save your should use letter capital letter number and symbol. هنا يعني يقول لك استعمل كلمة السر أو حافظ على كلمات السر بأمان. يوشد يعني يجب عليك أن تستعمل الليترز الحروف، كابيتال ليترز حروف كبيرة، نمبر أرقام أو أعداد، أند سامبل ورموز. هاي مال يعني المحافظة على كلمات السر من أحد أمان الإنترنت. زين، عندنا never meet a person that you only know online. لا تلتقي بالأشخاص الذين لا تلتقي بالأشخاص الذين تعرفهم على الإنترنت. لا تلتقي بالأشخاص الذين تعرفهم على الإنترنت أو على نعم على الشبكة. هذا أيضا يعني الأشخاص هنا بمعنى النفر، الأشخاص اللي ما تعرفهم لا تلتقي بهم على الإنترنت. هذا معنى الكلام. هنا أعتقد الترجمة مو صحيحة بالملزمة. If you find something you don't like online, tell your parents or your teacher. If you find إذا وجدت something شيء ما you don't like لا يعجبك online على الانترنت tell your parents فيجب أن تخبر والديك or your teacher أو معلمك. هسه هنا هذا نقول انتهت هاي، وشكرا للمتابعة.